الجدال، قرار اتخذه ياسر القحطاني بالامس واعتزاله لاعب دوليا في التقرير التالي. بشكل مفاجئ جاء إعلان الكابتن ياسر القحطاني لاعب الهلال الأسبق والعين الإماراتي الحالي اعتزاله للاعب الدولي نهائيا وعبر أكثر من وسيلة إعلامية، خطوة قال عنها صاحب الشأن بأنها جاءت بعد تفكير طويل ومتعب وبعد أن لعب مع المنتخب لمدة تقارب 10 سنوات يفخر خلالها بما حققه من إنجازات وبطولات وألقاب. القحطاني برر قراره هذا بإعطاء الفرصة للجيل الواعد الأقل منه سنا، فالمنتخب كما يقول يحتاج لإعادة بناء من جديد ولأسماء جديدة تستمر مع بعضها لفترة طويلة. إقدام القحطاني على هذه الخطوة التي قال أنه سيخاطب الاتحاد السعودي بشأنها وجدت انقساما في الشارع الرياضي، فمن مؤيد لهذه الخطوة وداعيا أسماء أخرى لسلك ذات الاتجاه إلى رافض بحجة أن لا زال في الوقت متسع، إلى ثالث يرى أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا وأن أسماء واعدة أخرى ظلمت بعدم أخذها للفرصة كاملة. لبرنامج كورة ماجد القحطاني. ناصر، اعتقد انه يعني اكثر من يحكم على هذا الامر هو ياسر ذاته. اعتقد انه يعني كان هدفه كاس العالم 2014 في البرازيل ما تحقق. اعتقد ان المنتخب لديه مشاركات قويه في الفتره المقبله، اتاحت الفرصه يعني حسب ما يعني اعرف ان حتى الجهاز الفني ولجنه المنتخبات تفكر في صناعه منتخب شاب له ديمومه في المشاركات مع بعض. اعتقد ان ياسر يعني اتخذ القرار اللي يراه هو صائب، انا مع قراره. تركيزه على نادي العين او حتى في عودة الهلال افضل بكثير التشتت مع المنتخب ذا. ياسر عمره 29 30 لم يبقى لها الا تقريبا 4-5 سنوات. شو ما يعني شتت نفسه؟ يعني الحين كل لاعب يقدر يقول انه مثلا انا مو بشتت نفسي. لا، ياسر الان ياسر هدف من القرار اعطاه فرصه للاعبين اخرين، وقد يكون تركيز ايضا وقد يكون انت تشوف انه كويس عشان يركز مع النادي، وقد يكون تركيز مع النادي تحقيق انجازات مع نادي اكثر من احنا نبغى مع المنتخب اكثر من اي نادي. المنتخب لديه بدائل كما تحدث ياسر، اعطاه الفرصه للاخرين ايضا على مستوى ال4 سنوات المقبله او ال5 سنوات المقبله. يعني تتوقع انجازات، انت تتوقع باي حال من الاحوال ان ياسر قحطاني اخذ هذا القرار علشان مثلا يتفرغ النادي ويبعد عن المنتخب؟ وش المشكله انه يتفرغ مع ناديه ويتيح الفرصه للاعبين اخرين؟ مشكله كبيره. لا ما هي مشكله، بالعكس هو لاعب يرى انه هو ما تكلم كذا، انت تشوف كذا لانه ياسر وضح انه ابغى فرصه للاعبين المنتخب الجدد. انا بالنسبه لي يا اخونا اسمع بعد اذنك، ياسر ادرى بظروفه وادرى بنفسيته وادرى هل بامكان انه قد يقدم اضافه للمنتخب السعودي ام لا، ولكن إذا كان الهدف منه إتاحة للوجيه الشابة أنا أشوف هذا رأي غير صحيح، والمنتخب السعودي بحاجته مثل ما بحاجة ناصر ونايف وبقية زملائه. ياسر لاعب كبير، وأنا أشوف أنه قرار اعتزاله مبكرا عن المنتخب السعودي أنا رأيي أنه قرار غير صائب. أتمنى أن يراجع هذا القرار كثيرا، ولكن اللاعب رأينا لن يستطيع أن يقدم المنتخب أكثر مما قدم. يعني أنا أرى ياسر إذا كان هذا رأيه لا ما راح أقدم المنتخب زين في ظل وجود زملاء ونجوم صاعدين لهم الفرصة أنهم يعطوا ويستمروا مع المنتخب. ممكن نسمع مثل هالقرارات في أيام القادمة لبعض اللاعبين الآخرين؟ أنا أتمنى أن اللاعب اللي يرى أنه لا يستطيع أن يقدم على المنتخب العطاء الذي يستحق المنتخب أن يعلن اعتزاله. هذه شجاعة من ياسر، وهذا دليل على ياسر حتى على المستوى العمري ما عاد في ذاك السنوات الكثيره يقضيها في ملعب كره القدم. طيب فاعطى الفرصه والتركيز على النادي. ماجد عبد الله اعتزل وهو في المنتخب، يعني هو كان يلعب في المنتخب وصل 40 ويوسف ريان نفس الكلام كثير، وصالح النعيمه اسماء قويه جدا استمرت حتى ما بعد ال 35 وال 38. ما هي مشكله لكن انا ارجع اقول لك ان ياسر القحطاني هو ادرى بوضعه، ولكن اذا كان المبرر لساقه انا ارى انه حرام نخسره. خلينا نشوف صاحب القرار.